مرحبا ديس وياك سلام مبروك عواشرك. الله يبارك فيك السي شايب، كلشي مزيان، اموركم مزيان بخير وعلى خير. بخير فاطمه الحمد لله. واحد بغوش يدوز سوخر، سمعوا نعاود ثاني واحد الثمن اللي هو كان زوين، كان عليه واحد الطالب اللي هو كبير، وهاد القفيط ناس هادو دو بيس اللي كيف كنقولوا حنا على قفيطين بالقميص ديالو، اما كيدار تبطين واما كيدار دو بيس في شكل ديال اللبسه. هادو الثمن ديالهم تما كذلك 1700 درهم 1800 درهم، شفنا كلشي كيسوى عليه وكلشي باغي، قلنا ماشي مشكل ضحينا ونزيدو نضحيو، اللي مشات في الحباب ما مشات في خلا. نزيد لكم عاود ثاني هذا القفطان هذا خاص معاه في 3 متر، العرض ديالو متر ونص على 3 متر، وهذا تا هو كذلك متر ونص على 3 متر، يعني لاصوا اللوينات ديالو. هذا غادي نوريك ماشي مشكل، غادي نبقى شاغلك الثمن، غادي نقول لك اسيدي محمد اخو شباب شباب ما كيوقع الكليان، انت كتقول لهم غير الثمن الاصلي في الاول، وكاين اللي يقدر ما تقول باقي ما دارش فيه التخفيض كتخرج ديك الساعه. لا اختي التخفيض كاين، حنا روميسه كيف كنقولوا ديما الصباح حتى تسالي الفيديو، فهمتي؟ ماشي مشكل، نقول لك اخو الثمن غادي يدير لكم الثمن مزوين يعني انا القصد ديالي ماشي هكاك اخو محمد، ولا كان يعني الثمن هو اللي كيف كنقولوا كيقيم الحاجه ماشي مشكل. ومع ذلك انا العكس ديال هذه الفكره، بعض المرات كتلقى شي حاجه زوينه ورخيصه، وبعض المرات كتلقى شي حاجه غاليه ومرخيصه، بحال هذا الشكل هذا دابا هو زوين وفي نفس الوقت رخيص اللي هو 900 درهم. هذا كدير له اللي بغيتي، بغيتي هذا درتو على حساب الزقالي، بغيتي دير له الارض عاوتاني كذلك هذا الغوز هذا يمشي، هذا تا هو كذلك درت له اللوين هذا، بغيتي دير له في الاول دير له في الاول. غنسرح لكم غير صبروا معايا، ها شي حاجه اللي ما كاينش ضروري سولي على راسك ماشي عيب. هانا شو اللوينات اللي كنوريك كيفاش دايرين، لونين السيك في اللون، هانا لون كاسي هذاك الفيديو ديال مغوش اخويا كنلقى الاقبال كبير وما استطعناش باش نرضيو كلشي، وكاين كليا اللي تقلق هو اللي خلانا هذا راه فحالو راه ما فيش، هو اللي خلانا نديرو هذه الخدمه هذه. نوريك على خويا نسرح لك مثلا غير واحد يعني الشغل غير يعطيكم، هذا ما كانش غادي يصوروا في السولد كاع بالنسبه للناس اللي ما خداوش راه رضاو به، وتا هذا عاوتاني ما غاديش هذا تا هو ما غاديش يكفانا، وما قدرنا راه هي بحال كل الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن الشيء خاص محمد كيعني راه ماشي ما كاينش الخير، راه موجود الخير غير كاين التنوع ماشي نفس الحاجه غنجيبو فيها اطلاق عينك. غير هنايا مثلا في المحل السلعه الحمد لله الخير موجود، راه هنا اي حاجه احنا كنوجدوا لكم، راه كنفكروا فيكم، ولا ما كانش مزيانه كيف كنقولوا كنقلبوا من قبل منكم وكنشريو قبل منكم، هالخير موجود. اي حاجه طاحت لك في بالك مرحبا بك، كاينين 6 ارقام او 8 ارقام تماك وتشاهي شنو بغيتو نصوروا ولا لا، والثمن راه ما كنخسروش ليك، نقول لك الثمن وسولي على راسك بلاصه اخرى عاد جي عندنا مرحبا على راسي وعيني، حنا كيف كنقولوا كنهضروا بالخدمه وهي اللي كتحكم، والسلعه كذلك. هاي شو على الوين عاوتاني كيفاش داير هاد التشكيله خاص معاها تا هو كذلك كاين الوينات 4 لون هما ولا 5 لونين ستيك لون، حتى بالنسبه اللي واقفه على شي عروسه هالوينات كيختي هالفرز جات عندك اللي هي 900 درهم 18000 ريال، العبار كبير ما كتشغليش بالك، يعني ديري ايفازي كلوش داكشي اللي تشهيتي ديري مخزاني ديري ايفازي ديري دروا تبطني كيبقى الاختيار ديالك، الله يجعلك تفكري فيه تغير قفيطين بوحديتو بالحزام راه كيجي زوين. وكاين لا طومبي هادشي كامل كنقول لك 900 درهم 18000 ريال، واللوينات كيف كتشوف معايا راه لونين ستيك لون خاص معاه، ما تسعف كبير حتى لا عجبك شي لون اخويا امرني وتفجاج عليا حسب راسك كان واحد من الزباله اصرح خويا. شو عاوتاني على غوز كيفاش داير، ها انا واحد القصيبي عاوتاني اللي غادي الفيض تا هو كذلك يا سالم لون انيق وبزاف بزاف، ها هو انا بلون كاسي دخلنا عليك والله واش كاين شي واحد كيشكر بلون كاسي، بلون كاسي اصلا شاك راسه لون شريف اخويا لون شريف، هذا بكري عليا ولا عليك يعني لون شاك راسه كيف كنقولوا حنا ما نشكروش انا انا عاوتاني هادشي كامل كنقول لك 900 درهم 18000 ريال السومو بان ها هو مزال هادشي 900 درهم هانا سيدي حبيبي راه كاينين اختي بروشيات 500 400 درهم ولكن كل اللي تفرتت لك هانا حنا كنديرو شي حاجه اوريجين وكنقرب لك الثمن ديال المدرح يعني نديرو غير تقنيه حاجه مزيان هانا الخير كامل 900 درهم شوف شنو كنوريك هانا حرتي وتلبسي وما عرفتي ما ديري هانا هادو كلهم اللي وريتكم هنا الاكثر هادي لهم درت اللون في اللون واللي بغات شي لون اخر بحال مثلا على سبيل المثال هذا بغيت تبطني حتى بالفير رويا راه يجيك زوين بغيت تخيطي بالبرونز راه يجيك زوين بغيتي تبطني كذلك بالبرونز القص ديالي يجيك زوين بغيت ديري لي شي بوردو يجيك زوين بغيتي ديري لي خضر ملك يجيك زوين بغيتي ديري لي نيود يجيك زوين يعني كاين بزاف الشيبي التركوا هاد اللوينات كامل كيمشيو مع هذا يعني هذا بحال كنقولوا كيعوض النور وكيعوض المارو يعني وكيعوض كذلك البيض هاد اللون كيقبل بزاف اللون نزيدك على الثاني هذا علاش كنقصد بزاف اللون الا بغيت تزيدي شي كالو شي ابليكاسيون في الصدر راه تزيدها نطلق لك هذا عاوتاني ولا بغيتي تزيدي الحجر كذلك كتاخذي هذه الورده اللي كاينه في هذ القفيطين وكتدير لها شي حجارات الزاج يكون تما نقيين زوين اللي يمشيو لك في هذا اللون هذا على سبيل المثال بحال الفير رويال وبغيت تخيطي كذلك غير بالحرير تخيطي راه يجي زوين هو اصلا راه شاعل كيف كنقولوا حامي وشاك الراس وهذا الخير كامل غير 900 درهم كيف كنقولوا العين كبيره وتا حاجه ما عمرت عينو الخير موجود راه كاينه الشكالات هذه تما كذلك 3000 درهم 2500 درهم 2800 درهم 4000 درهم راه كاين الخير راه الخير موجود موجود وبزاف داكشي ما يطيحش لك على البال ولكن حنا كنمشيو كيف كنقولوا شويه بشويه بغيتي تزعمي اكثر من هادشي مرحبا على راسي وعيني بالصحه والعافيه